as usual, with cannot solve all the problems. And also, as usual, we are not solving here the problems of the exam or the quiz. We are trying to pick some problems to solve them, to show you how to tackle the problem. How to understand the process of approaching a problem. There are too many problems. Okay, let me start. So no one will find the check. Let me start from the so-called tutorial. Four. Tutorial four. I still have it in my hand. So-called page 10. These are some problems about feedback. We will pick some of them and see how to deal with the problem. Problem number one. The gain of a particular amplifier is found to be 750 on test, but under worst condition of reduced DC supply. يعني لو عملنا تيست الامبليفاير بالدي سي سبلاي اللي هو مصمم عليه عمل 750 جنيه لكن لسبب ما او الاخر الدي سي سبلاي نقص وده بيحصل اكيد تشوفوا طبعا بيحصل ان الدي سي سبلاي فولتج ينقص قيمته تنقص under worst conditions of reduced DC supply and the external loading وكمان اللودينج تغير ما بقاش زي الستاندرد اللي احنا عملنا التصميم عليه. This figure is reduced to 400. كان بدل ما كان 750 بقى 400. يبقى انت اشتريت امبليفاير كويس جدا من السوق بجين 750 بمواصفات معينه. لسبب ما او لاخر اللي هو يعني reduced DC supply, changing the load, المواصفات اتغيرت الشروط اتغيرت فالجين بتاع الامبليفاير نزل بقى 400. Compare this percentage variation for the basic amplifier with the corresponding variation if negative feedback is applied. جه واحد قال الحل نيجاتيف عشان نتفادى هذا التذبذب في قيمة الجين مع تغير الدي سي سبلاي ومع تغير اللود أو مع تغير درجة الحرارة. There are so many parameters which can affect the operation of your amplifier. فالديزاينر هنا قال أنا هعمل نيجاتيف فيدباك. طب نيجاتيف فيدباك ببيت قد ايه؟ 5 من 1000 ولا 3 من 100 ولا 1 من 10؟ طبعا واضح ان كل واحده من دول الفيدباك بيزيد صح؟ الفيدباك ليه مؤثرات على اشياء اخرى. فعايزين نشوف لو صاحبنا ده حط النيجاتيف فيدباك ده بهذه النسب. اوكي. ايه اللي هيحصل في الامر الفني؟ فاهمين؟ اوكي. مسألة واضحة؟ اوكي. طب من أين نبدأ بقى؟ هو نطلع دلتا جي؟ من 750 الى 400. طيب ماشي. ما هسمع كلامك. بنقول دلتا جي تساوي 350. جي هسميها نومينال. اللي هي نومينال يعني ايه؟ اللي هو الاسم الاسمي اللي هو الاصل. ده الاصل. لكن ماينس جي مين؟ اكشوال. اللي هي اللي هو الحقيقي اللي احنا بنحصله. اوكي. فالجين الاسمي كان كام؟ 750 750 ناقص 400 شفت صح حاجات؟ ايوه يعني فرق في الجين 50% 350 صح ايوه وبعدين انا بسمع كلام والنيجاتيف فيدباك النيجاتيف فيدباك شود ريديوس يبقى ها هقول ايه بقى؟ ها؟ دلتا جي وذ فيدباك وذ فيدباك وذ فيدباك هكتبها كده خلاص ولا شيء معروف طبعا هتساوي كام؟ دلتا جي دلتا جي وزود فيدباك مش هكتب حاجه تبقى معروف انها وزود فيدباك على 1 بلس بيتا جي جي سكوير لا عشان الوحده في الوحده سكوير سكوير لو انها يعني الجين حق 1 بلس بيتا جي انا بس عن دلتا جي وز فيدباك الايرور يقل بي 1 بلس بي تي جي سكوير صح؟ ايوه صح لكن ما هو الايرور عباره عن يعني خلينا نقول الايرور الجديد
على الجين الجديد. ايوه صح صح. الايرور الجديد هيبقى فيه سكوير. إيه؟ والجين الجديد مش هيبقى فيه سكوير. صح. فقسمناهم على بعض بس هو بس بتجي واحده بس. صح. بس انت تجي لحالها الايرور. بس دلت تجيها بس الايرور. ما هي دلت بس الجرور. ايوه ما هي دلت تجي على جينومينال. ما كان حسابها احمد دلت تجي. اوكي. صح. اوكي. صح. معي؟ إيه. يبقى انت عايز تقول دلتا جي وز فيدباك على جي ده من حال انا على جي وز فيدباك صح؟ ايوه ده حساب دلتا جي وزود فيدباك على جي وزود فيدباك ايوه على ون على 1 بلس بيتا جي بيتا جي فيصير فوق في سكوير هذا ولا اللي هي دلتا جي وز فيدباك بس لحالها دلتا جي لحالها سكوير ليه اللي فوق اللي فوق دي إيه. لا اللي فوق اللي فوق دي ايوه إيه هذه آه. ماشي انا فهمت لا بس المقام ماشي كان هي مني اتفقنا هنعمل ايه نعوض يبقى دلتا جي اوفر جي 150 تكون كام 350 على 750 على 750 ايوه على 1 بلس بيتا اللي كانت كام 5 من 1000 5 من 1000 في جي مضروبه في جي اللي هي كام 750 صح احسبوها لي بقى 0.01 لا 0.1 تقريبا طب وفي الحاله الثانيه اللي هي كم 0.350 على 750 على 1 بلس كام دي 0.03 صح ايه 750 يلا احسبها هتصير 0.02 0.02 آخر حاجة هتساوي ها واحد من 150 على 750 على 1 زائد كم دي بقى 0.1 واحد 10 في 750 هتساوي 0.006 وهنا كانت كام هنا كانت دلتا جي شوف دلتا جي على جي مش كده؟ ايوه قلنا 0.50 على 750 تقريبا كانت 47% ايوه ده بالضبط 47% قل الايرور اظن ات از اوبفيوس ايوه انا اختار اكثر كويت اوبفيوس ويتش از ذا بيست ات ديبيندز اون وات دو يو وونت ليش؟ لان ما تحاول ما تنساش ما ده ليه تاثيرات على حاجات اخرى ايه صح يعني انت كل حاجه ثانيه هتنقص ب 1 بلس بيتا جي او هتزيد ب 1 بلس بيتا جي صح بس استنى الجن طبعا هو بينقص ب 1 بلس بيتا جي فلازم تبص في الاشياء الاخرى ده هيعمل ايه في الانبوت ريزيستنس هيعمل ايه في الاوت ريزيستنس هيعمل ايه في النونلينير ديستورشن صح يبقى از ان انجينير يو هاف تو لوك ات ذا هول بيكتشر ذيس از جود وذيس از جود از ويل طبعا ذيس از اكسلنت لكن وات از كونسيكونسز اوف ذيس از ا بارامترز اوف ذا امبليفاير We consider the only the percentage variation due to the environmental changes, DC supply, temperature, load, humidity, whatever. كل الحاجات دي بتأثر على aging حتى بمرور الوقت الامبليفاير زينا كده. عمرها بيزيد وبالتالي قدراتها بتقل. طبعا كومبوننت مكوناتها مواد. فعليكم السلام عليكم. You have to not to take your decision just here. Your decision to be based on how this will affect others. But for this problem, for this particular problem, it is obvious that the beta, as beta increases, the effect will be much more important. But generally speaking, before you take a decision, you must consider how this will affect others. This is very important. معي؟ طبعا دي مسألة بسيطة جدا. أظن مش فيها مشكلة. طيب نشوف حبيبي. همسح كلامي خلاص معلش بقى نتأخر شوية بس تسرعوا شوية كل ما تسرعوا أكتر كل ما نحس بمسائل أكتر
عايز تلحق؟ ما تخافش انا هشوف مسائل كتير ما عدا رقم خمسه طبعا عشان احنا لا سيدي بتتغير الامور شويه شويه خلاص امسح؟ The production spread in gain for an amplifier is found to be from 3,000 to 12,500. يعني ده مصنع بيصنع amplifiers. طبعا we never ever expect all the amplifiers to be the same. لكن يبدو المصنع ده كان منتجين خايبين شوية. فطلع الانتاج production spread بقى الانتاج قيمة الجين بتاعته بتتراوح من 3,000 to 12,500. يعني انت تروح تشتري امبليفاير من المصنع يطلع الجيم بتاعك 12500 يعجب زميلك يقول انا كمان اروح اشتري واحد يروح يشتري واحد يطلع الجيم بتاعه 3000 مش معقول كده يعني مش ممكن كده الناس هتعمل قضايا على المصنع ده معناه ان في حاجه غلط صح دي ما بقتش بقى تغيير في درجه الحراره او تغيير في اللود ده المصنع نفسه غلط فصاحب المصنع عنده حلين يا اما المخزون الامبليفايرز اللي عنده ده يرميه في الزباله دي طبعا خساره شديده جدا لانه ما يقدرش يتحمل المشاكل اللي هتجيله من ورا بيع مثل هذا النوع من الامبليفايرز اللي الجيم بتاعه من 3000 و12000 يعني اربع اضعاف مش ممكن كده يا اما يجيب واحد خد 303 وفهمها كويس يقول له تعالى حل المشكله يقوم يقول له اعمل لك ايه نيجاتيف فيدباك خلي بالك اعمل لك نيجاتيف فيدباك نيجاتيف فيدباك هيعمل ايه شوف بقى كده نكمل شويه نيجاتيف فيدباك از تو بي امبلويد تو ميك ذا برسنتج فاريشن بيتر ذان بلس ماينس 10% يعني معقول ديفرنس بتوين ذا برودكتس بلس ماينس 10% از اولويز اكسبتابل ان انجينيرنج انليس يو ار دوينج سمثينج فور ذا ميليتري مثلا ميليتري بيكون عندهم شروط اشد يقول لك مثلا بلس ماينس 1% بس مفيش حاجه اسمها بلس ماينس 10% لكن بالنسبه للمنتجات العاديه دي بلس ماينس 10% از اكسبتبل ماشي فالمصنع قرر لانه عنده مهندس شاطر ان هو يعمل يصلح الامبليفايرز دي بدل ما يرميها في الزباله ويخسر ملايين يصلح الامبليفايرز ويخلي الناتج يطلع عنده تغيير في الجين بلس ماينس 10% بس بلس ماينس 10% اوف ايه of a nominal figure رقم اسمي او قيمه اسميه مين هيحدد القيمه الاسميه دي احنا دلوقتي هنشوف سوا هنعملها ازاي تفهمني ولا طيب انت هتقول الان المصنع عايز ينتج منتج يعرضه في السوق يقول يا جماعه انا عندي امبليفاير انا اضمن لك I can guarantee that the gain of this amplifier you buy from me will be plus or minus 10% of XYZ. Okay. عايزين نحدد XYZ ده هو مين؟ هل هو ببساطة متوسط الجين؟ هو ده مثلا ده تفكير هل هو ببساطة متوسط التو جينز دول ولا ايه بالظبط؟ هنشوف الان نتعامل مع المسألة ازاي؟ هنحاول نخلي اكبر شيء ممكن. اذا امكن. بس نبغى نخلي 10% ما انت محكوم بانه الجين يبقى بلس ماينس 10% بس واصل الامبليفايرز اقل ادناهم عنده جين 3000 واعلاهم عنده جين 12500 فانت عايز تنزل الجميع عشان يبقى امبليفاير جديد عنده نومينال جين جديد اسمه اكس واي زد صح؟ الجين بتاعه بيتغير في حدود بلس ماينس 10% بس تفهمني ولا لا؟ حسن فهمني؟ اكيد على ذمتك طبعا طب يا دكتور احنا عندنا 1/3000 و12500 اي 10% حقتك زياده او نقصان 10% يكون من كل واحد من دول لا يفرق. انا قلت لك من نومينال فاليو وهو حتى قايل لك اهو بلس ماينس 10% اون ا نومينال فيجر رقم اسمي اللي هو انا سميته اكس واي زد مين هيحدد الرقم الاسمي ده؟ انا وانت الان لازم يكون فاهم او يعني المهندس ما طبعا لازم او المهندس اللي هو شاطر بقى لازم يكون في النص ولا لا دي استنى عليها شويه المهندس الشاطر اللي هو هيحل المشكله لان ده الراجل صاحب المصنع ممكن يكون عنده 2 مليون 3 مليون امبليفاير من دول ما
كل واحد ب 100 ريال مثلا ادي عنده 200 300 مليون ريال ممكن يترموا في الزباله، هيجي له مهندس شاطر ياخد له 10000 ريال حلو مشكله، بس هيقول له خلي بالك الامبليفايرز الجديده دي مالها بقى؟ الجين بتاعها مش هو ده، ده جين تاني واحد جديد اسمه اكس واي زد، ولكن اضمن لك ان الجين بتاعهم كلهم دول الملايين اللي عندك دي لا يتغير في حدود اكثر من بلس ماينس 10%. المهم انا عايزك تكون فاهم هي ايه القضيه، لان يعني فهمك للقضيه يؤدي الى بدء الحل الصح او ده بدايه الطريق الى الحل الصح. بس انا كنتش حبيب كان رفرنس واحد عايز حاجه، عايزك هو في جيم مكتوب مثلا على الامبليفاير وبعديها وبعديها دلتا جي مين او شمال. خليني اقول لك هو اللي بيحصل كالاتي، ان خليك معايا يا عبد المحسن، خليك معايا انت ليه اللي بيحصل انه المصنع للمكبرات دي بيكتب عليها مواصفات، فبيكتب عليها مواصفات مثلا ان انا ببيع لك امبليفاير الجيم بتاعه مثلا 10000 صح؟ تيجي انت تشتري الامبليفاير حظك كويس يطلع الجين 12500، واحد وراك على طول يشتري نفس الامبليفاير مكتوب عليه الجين 10000 ده يطلع الجين بتاعه 3000، مش معقول كده، الناس هتشتكي طبعا. ما ينفعش زي السيارات وزي اي حاجه بتشتريها من السوق، انت بتشتريها بمواصفات معينه مكتوبه عليها، لكن انت مستعد نفسيا انك انت بلس ماينس 10% از اوكي، خاصه لما تكون مهندس يعني عارف بلس ماينس 10% از اوكي، لكن لما يطلع لك الفرق 400% ده مش ممكن، واحد 12500 واحد 3000 لازم حل، والا سمعه المصنع تنهار يقفل. ما خدش 303 هيقول ارمي الامبليفايرز دي في الزباله ونعمل واحد من جديد، المصنع خسر خساره هائله. اللي خد 303 وفهمها كويس، مش بس يكون خدها يكون فهمها كويس، هيقول لا نيجاتيف فيدباك هو الحل، انا هعمل انا هصلح الامبليفايرز دي هطلع لك امبليفايرز جديده احتمال التغير في الجين بتاعها ما يزيدش عن بلس ماينس 10%، لكن من جين قيمته كام لسه ما تحددش. المهندس الشاطر بقى وحده دلوقتي، انا وانت هنحدده سوا ان شاء الله، ان شاء الله احنا شطار برضه صح ان شاء الله. فاهمين المساله؟ يعني فاهم النقطه، ما ما فهمتش المساله يبقى الحل مش هيعجبك، هيبقى الحل بالنسبه لك هو مجرد ارقام بتضرب في بعضها وخلاص، لازم تفهم المعضله فين. فاهمين المعضله فين؟ ايوه. اختيار النومينال فيجر، في اختبار النومينال فيجر اللي يؤدي كمان الى بلس ماينس 10% بس. هي دي تفضل. في في نقطه صعبه احس انه طب حول خد راحتك، احنا قد نشتري امبليفاير كنا لقينا حق 3000 كويس جدا، لكن قد نشتري واحد ثاني كنا 12000. لا لا ما ده المفروض امبليفايرز ليهم نفس الرقم، منتجين من نفس المصنع ممكن في نفس اليوم، لكن المصمم كان خايب ما عملهمش كويس، ما خدش في باله ان الجين ما يصحش يغير اكثر من بلس ماينس 10% لاسباب كثيره. احنا جايين نصلح الخطا الان، يعني الامبليفايرز دي خطا دي غلط، دي هتعمل سمعه سيئه جدا للمصنع قد تؤدي الى اغلاقه، يعني ممكن الناس ترفع عليه قضايا. يعني انت بتضحك علينا؟ تبيعني امبليفاير على ان الجيل بتاعه 12500 يطلع الجيل بتاعه بس 3000 ولا 4000؟ ما ينفعش كده. انا مستعد اقبل مثلا بلس ماينس 10% ايرور، دي مقبول كل الناس بتقبلها دي. لكن بلس ماينس 400% ايرور ده مش ممكن. فاهمين؟ هي دي القضيه، القضيه ان احنا عايزين نجيب واحد خد 303 وفهمها كويس يحل المشكله. بحيث انه يخلي الامبليفايرز دي كلها الفاشله يحولها الى امبليفايرز ناجحه عندها جين اسمي جديد مختلف عن الموجود ده، لكن بنسبه تغيير لا تزيد عن بلس ماينس 10%. اللي كده اتوقع ان من هذا راح يكون اقل من 3000. اي والله نشوف نشوف هنشوف دلوقتي. انت فاهمين المساله كويس؟ يبقى انا عايز ايه دلوقتي؟ اختار النوع من الفكر. انا عايز اختار النوع من الفكر. خلينا نقرا برضه نشوف المساله بتقول ايه. Determine the required value of feedback factor beta and the resulting nominal gain. عايزين نعرف الفيدباك ريشيو يبقى كام، احنا هنطبق فيدباك، عايزين نعرف الفيدباك ريشيو بيتا تبقى كام، وكمان عايزين نعرف النومينال جين الجديد ده هيبقى كام. معايا؟ فاهمني كويس؟ طب من اين نبدا؟ انا ممكن اقول انه احنا نحتاج عايزكم تساعدوني عشان انا بس اللي حلو هنقول انه من اين نبدا؟ نبغى الجين اكبر ما يمكن صح؟ لا طبعا بالتاكيد، لكن ما احنا محكومين. ايوه الجين الجديد ده لازم يكون
التغيير فيه ما يزيدش عن بلس ماينس 10% عن طريق طبعا نيجاتيف فيدباك. ما فيش خلي بالك ما فيش حل للمشكله دي غير نيجاتيف فيدباك، لا يوجد حل اخر. الحل الاخر مكلف جدا اللي هو نعيد تصميم الامبليفايرز من جديد، لا ما انسى الموضوع، ونعيد تركيب 2 مليون امبليفاير ثاني مش ممكن. لكن الفيدباك ممكن تكون تكلفته ايه؟ ريزيستنس او 2 صح؟ وعلى أسوأ تقدير يمكن نضطر نحط كاباستنس كمان عشان نخليش الدي سي بايزنج يتغير مع مع اضافه ريزيستنس جديده. عارفين انا بقول ايه؟ طبعا مثلا لو كنا عايزين نعمل فولتج بارلل يبقى هنحط ريزيستنس بين مثلا الدرين والجيت، الريزيستنس هتغير البايزنج، يبقى لازم نحط مع الريزيستنس دي كاباستور عشان يبقى اوبن سيركت فروم ذا دي سي بوينت اوف فيو، البايزنج ما اتغيرش وتبقى الريزيستنس دي تاثيرها بس هيبقى فروم ذا اي سي بوينت اوف فيو فقط. يبقى اذا الفيدباك تكلفته ضئيله جدا، اقصاها تو ريزيستنسز وواحد كاباستور اذا كان في عندك مشكله بايزنج وما الى ذلك، تكلفه بسيطه. لكن تعيد تصميم الامبليفاير من جديد دي قصه طويله. فمن اين نبدا؟ ممكن نقول انه احنا اصلا النومينال جين مستحيل يتعدى 12500 صح؟ لا احنا مش هناخد مش هنعمل تكبير الخطا كده وتكبير الخطا، احنا هنقول ليت ذا نومينال جين بي جي صح؟ صح. يبقى ليت ذا نومينال جين ليت لانه مش عارف ذا نومينال جين بي جي هيصير دلتا جي. ممكن الفرق بينهم مثلا؟ نعم مش سامعك. دلتا جي دلتا جي دلتا جي برضه جي تساوي بلس ماينس. بس انت دلتا جي معناها ايه بالنسبه لنا الان؟ يعني عايز تحسب ايه؟ يعني عايز تجيب ايه بالظبط؟ احنا ممكن انا عندي خلي بالك ده النومينال جين صح؟ صح كلام؟ انا عندي امبليفاير عنده جين يا اما 3000 يا اما 12500 بين هذا وذاك، اقل حاجه 3000 اقصر حاجه 12500. انا عايز الجينز دي تتغير الى قيمه جديده اللي هي جي صح؟ بس البرسنتج ايرور في جي يكون بلس ماينس 10% بس بينما البرسنتج ايرور اللي هنا ده كان زي ما انت شايف رهيب جدا. ممكن نقول احنا مثلا انه الماكسيمم اللي هو جي بلس دلتا جي او دي اللي هي جي بلس 10% في جي ايوه حيساوي 12500. بس كويس جدا. طيب جي بلس 0.1 اكتبها احسن 10% عشان تبقى واضحه، بلس 10% عشان تبقى واضحه، بس 0.1 بلس 10% جي ده حيساوي كام؟ 12500. طب بناء على ذلك وجي ماينس 10% جي تساوي 3000 تساوي 3000. بس في عندي معادلتين لمجهول واحد ليه؟ لا بس لسه مسألة ما انتهتش. مسألة ما انتهتش ليه؟ مش دي نهاية المطاف، لسه في بيتا. لسه في بيتا ايوه كده. طب دكتور ها ليش ما نقول انت لو وافق الأول على خطوة عدنان دي؟ أنا بعمل أنت بتقول، خلي بالك أنا ما بعملش حاجة معاك. أنا فيست اللي أنت قلت إن جي بلس 10% تكون 12500 وجي ماينس 10% تكون 3000. قبل كده قبل الفيدباك ده قبل الفيدباك بس الفيدباك لا مش كده. خليك معايا ده سؤال كويس، قبل الفيدباك ولا بعد الفيدباك؟ هذا قبل النومينال جين جي ده بلس 10% قبل جي تساوي 12500 ده قبل الفيدباك قسم على بلس بي تي جي. استنى وجي ماينس 10% تايمز جي تساوي 3000 ده قبل الفيدباك لسه ما حطيتش فيدباك. انا بقول ان في نومينال جين اسمه جي وحطيت عليه 10% جي يبقى 12500 ده كلام عدنان. انا بس وجي ماينس 10% مضروب في جي يطلع 3000 ده كلام عدنان. صراحة أنا بس كنت ناوي على الأولى بس اللي هي ماينس 10% ما كنت ناوي، أنا ناوي على الأولى فقط. أنا قلت منطقيا نروح للثانية لو موافقين على الكلام ده نواصل، مش موافقين بس نستعمل أنا أفضل بلس بي تي جي إم الجهة اليمين أيوه بحيث إنه يصير بعد الفيدباك يصير معادلتين. فأنت تقترح إن نقول ده أيوه على 1 بلس بي تي جي هو تشي جي بقى الجي اليسار النون الفاليو ولا مين؟ انا هقف شوي. الجين هذا دكتور الجين اللي هو الجي هو الجين مع الفيدباك ولا على 1 بلس بيتا حاجه
الجين ده الجين والفيدباك هذا الجين النهائي خلاص بقى هتخلي الجين والفيدباك انا هتحط هنا 1 بلس بيتا جي ايه لو ما كنتش حاطط صح يبقى الجين ويز فيدباك جي بلس 10% جي يساوي 12500 على 1 بلس بيتا جي ويتش جي مع الفيدباك هذيك حكيتنا ويز ويز فيدباك ولا مزود فيدباك؟ زبط انا جي وزبط فيدباك اللي هو كان يكون جي ضرب 1 بلس بيتا جي مش كده؟ ايوه طب وهنا؟ اصل الجين 3000 حط له فيدباك الحضره دي في 3000 اوكي هيطلع لي جين جديد اللي هو جي ماينس 10% جي ايوه وانا ما اعرفش ايه بس اوكي اذا موافقين على الكلام ده انه اصل تفكير سليم بس هذا كيف نحلها؟ استنى بس كيف نحلها؟ هنشوف ان شاء الله ربنا يفرجهم لكن الكلام مظبوط كلام منطقي يعني أنا عندي أمبليفاير الجيم بتاعه 12500 هحط له فيدباك اهو هيبقى 12500 على 1 بلس بيتا في 12500 ان ده الجين وزود فيدباك عايز يطلع ايه النومال الجين زائد 10% ما زادش طب وعندي أمبليفاير تاني الجيم بتاعه 3000 هحط له نيجاتيف فيدباك يبقى الجين على 1 بلس بيتا جي عايز يطلع ايه الجين لا انا مش عارفه ده ناقص 10% صح ده كلام مظبوط يبقى انا بالطريقه دي ضمنت ان كل الامبليفايرز بتاعتي هيكون الجين بتاعها بيتراوح من جي بلس 10% الى جي ماينس 10% وده اللي انا عايزه جي بتساوي كام هنشوف دلوقتي هنحلها سوا بس انتوا موافقين على طريقه التفكير ازاي نحول زي ما كنتوا بتقولوا في المدرسه ازاي نحول المساله الكلاميه الى معادلات الى كتاب هي دي انت عندك مساله كلاميه تقول لك انا عندي الامبليفاير الجيم بتاعه بيتراوح من 12500 الى 3000 انا ده مش عاجبني قررت اعمل نيجاتيف فيدباك عشان اخلي الجين يبقى نومينال جين سي جي بلس 10% لو كان من اكبر واحد او ماينس 10% لو كان من اصغر واحد دي اكبر قيمه للجين تبقى جي بلس 10% واصغر قيمه للجين تكون جي ماينس 10% هعمل الكلام ده ازاي؟ هعمل نيجاتيف فيدباك فهقول جي بلس 10% اللي هو الجين الجديد ويز نيجاتيف فيدباك يساوي الجين الكبير اللي هو 12000 لان جي بلس 12500 على 1 بلس بيتا جي اللي هي 12500 والجين الصغير بتاع اللي هو الاصغر هيبقى جي ماينس 10% صح؟ يساوي الجين القديم اللي هو 3000 على 1 بلس بيتا في 3000 كلام منطقي فاحنا حولنا المساله الكلاميه الى ارقام عشان نقدر نشتغل. هي دي. ده قول لي اسمك بس عشان اكلمك باسمك. مصطفى. مصطفى كويس. معايا يا مصطفى؟ ها؟ واضح الكلام؟ طب نكمل؟ انت هتساعدني طبعا. بما هنا دي بتساوي كام؟ جي. 1.1 جي. ودي بتساوي كام؟ 0.9 جي. معادلتين في مجهولة بس. عايزين نحل المعادلتين دول. ونجيب بيتا وجي كمية الفيدباك اللي هنعملها والجي صح النومال الجين يعني هنقدر؟ اه نقدر ما نقدرش مش معادلتين المشغولين دول في مشكلة البيت في طب ايه رأيك لو قسمنا نقسم المعادلتين دول على بعض يعني دي واحد ودي اثنين ديفايد اقسم يعني هيطلع ايه؟ 12500 على 3000 ماشي وهنا 1 بلس 12500 بيتا ايوه لا لا ليه 3000 تقسمت واحد ايه على 3 صح وهنا 1 بلس 3000 بيتا على 1 بلس 12500 بيتا اوكي والان بقى نلجا الى 1.1 على 1.1 على 0.9 ساعدوني بقى في اوكي هتجيب بيتا طبعا هتكون لا صعب تعملها بالنظر يعني بتتعمل كنت عملتها صعب طب ممكن نقول انه اللي هو الكسر 1 بلس بيتا 1 بلس 3000 بيتا على 1 بلس 12500 بيتا يساوي 0.29 لانه حطيت 1.1 على 0.9 ضرب 3000 على 12500
ثلاث ناشكل او 1 بلس بتعملها على مرحله ب 3000 بيتا على 1 بلس 12500 بيتا تساوي 0.29 تساوي 0.29 كويس يلا اوكي احنا نضرب هذا هنا يلا اكمل عشان نجيب بيتا طب يصير 0.29 زائد 12500 ضرب 0.29 شوف هيطلع لنا هنا ما اعرفش بنحلها واحد بسرعة عشان نخلص كل ما نخلص بسرعة الحاجات يعني تطلع بيتا واحد 0.001 يبقى تطلع بيتا بتساوي 0.01 كده صح؟ كده صح؟ ايوه 0.00 00 كمان؟ واحد من 2000 طب كويس 0.01 بيتا 0.001 طب وجي بقى نجيبها ازاي؟ substitute in 1 ها اوكي عندي ايه 12500 على 1 زائد 1 من 1000 في دي 12000 يعني 1 25% يساوي 1.1 جي نقدر نجيب جي 747 يبقى جي بتساوي 747 نعم تفضل 12.5 ولا لا 12.5% ها 25% لا 12.5 كلام صح معلش صح راح يصلح انا معوض على انت عوضت مش على كلامي يعني لا انا صح هذا ايه 747 كم قلت 747 ايه معنى الكلام ده معنى الكلام ده ان المصنع الان هيقول شوف خلي بالك انا عندي الان امبليفايرز جديده الامبليفايرز القديمه تسيبك منها حطيت عليها نيجاتيف فيدباك اهو الامبليفايرز الجديده القديمه تسيبك منها لما الفارق الجديد بتاعي الجين بتاعه 747 نومينال جين الجين الاسمي القيمه الاسميه للجين 747 لكن انا اضمن لك ان الجين ده ما بيتزيدش عن بلس ماينس 10% كده الزباين يبقوا مبسوطين المصنع فرحان عندوش مشاكل في حاجة فاهمني كويس أهم حاجة تكون فهمت إزاي تفكر إزاي تحول المسألة الكتابة دي إلى أعداد وأرقام بناء على النظريات اللي اتعلمتها إزاي تفكر خلي بالك خلي تركيزك على إزاي تفكر طب صدق دكتور في شيء إزاي تحل المسائل أنت فاهمين قصدي هي مش قضية أناليسس يعني ندب وخلاص يعني أكتر الطلاب اللي غلطوا في الكويز الثاني قال لي أصلا ما قريتش مسألة كويس لو كان قرأ المسألة كويس كان عارف ان الفريكوانسي 2.5 جيجا هرتز مفيش فريكت في بحث هو في ناس كانوا بيقرأوا المسألة صح بس معلش لكن اغلبهم قالوا ما قرأناش المسألة كويس فلازم تقرأ المسألة كويس عشان تترجمها صح اتفضل عايز اسأل حاجة الثاني ده انا غلط ايه الغلط انا اقول عليه احنا لو عوضت اللي هو 12500 على 1 زائد 12500 ضرب بيتا انا اوجدت الدلتا جي على جي ما تطلع هي نفسها اي اوجدت اي يعني الحين انا الحين ما اوجدتش الدلتا جي خلي بالك اولا الخطوات دي انت اللي قلتوا عليها وبعدين انا هنا ماشي منطق انا عندي امبليفاير اعلى جين عنده 12500 يبقى بعد ما صلحه هيكون برضه هو ما زال عنده اعلى جين يبقى هو عنده اعلى جين اللي هو جي بلس 10% جي انا ما اعرفوش وعندي امبليفاير اقل جين عنده 3000 بعد ما صلحه هيبقى برضه هذا ده كان عنده 3000 هيبقى هو صاحب اصغر جين برضه هيبقى جي ماينس 10% جي ممكن اجينا نغلطك على هو لا شوف جي بلس دلتا جي معايا دكتور ايوه اتفضل يا حبيبي مش الفيدباك هتقلل نون لينياريتي احنا ما بنمشي النون لينياريتي خالص لكن طبعا الفيدباك هيعمل كل اللي كل ما هو متعود يعمله يعني لو اتكلمنا عن النون لينير ديستورشن بتاع الامبليفاير ده الفيدباك النون لينير ديستورشن هيقل يعني احنا عملنا امبليفاير جديد الان وز فيدباك لو اتكلمنا عن الانبوت امبيدنس والاوت امبيدنس كل ده هيتغير على حسب نوع الفيدباك اللي انت هتستخدمه لكن احنا ما اتكلمناش عن نوع الفيدباك احنا اتكلمنا بس عن كميه الفيدباك تبقى قد ايه
والمصنع الان حيعلن على الامبليفايرز، وانا عندي امبليفايرز بتدي جين كام؟ 747. بلاش بقى حكايه 12500 و3000 دي، خلاص عين سهل. 747 حاجه كده في النص، صح؟ لكن ايه الضمان؟ ايه المضمون فيها الان؟ ان الجين ما بيزيدش عن بلس ماينس 10%. معايا؟ فاهمني كويس؟ طب نروح اللي بعدها. الدور ده انا هحلهم كلهم. تعمل نيجاتيف فيدباك؟ ايوه، لان انا عايزك تفهم النيجاتيف فيدباك متى وكيف يتم تنفيذه. انا مش عايز تبقى مسائل بس كده دي بوان بلس بيتا جي وقلب. لا فاهم، عايز تفهم، عايزك تفهم. مش بس مجرد اناليسيس، هو كل حاجه هو يضرب فورم بيتا جي ولا اقسم على بلس بيتا جي وخلاص. لا، عايزك تفهم. تفهم كمهندس امتى تحتاج نيجاتيف فيدباك. ده انت كده مدير المصنع او صاحب المصنع ده يرفعك فوق في السماء، بتوفر له اموال طائله، بتحل له مشاكل كتير. ماشي، يبقى امسح. وبعدين في نفس الوقت تتعود على التفكير، يعني تتعود انك انت ما تاخدش الاشياء كده وخلاص، لازم تفكر. تعالوا نقرا سوا المساله اللي بعدها ونشوف. An amplifier is tested with an input signal of 10 millivolt at F equals 2 kHz. The output is found to include 4 volt at 2 kHz and 0.8 volt at 4 kHz. السطر ده بيقول او سطر معلش سطرين سطرين دول بيقول لك ايه؟ Amplifier ده اخباره ايه؟ The amplifier is tested with an input signal of 10 millivolt at frequency 2 kHz. The output is found to include 4 volt at 2 kHz and 0.8 volt at 4 kHz. ايه اللي استفاد؟ ايوه سلام، انا واصل ما شاء الله. ايه اللي استفدناه من السطرين دول؟ الامبليفاير نانين، لانه بيطلع في الاوتبوت فريكونسيز ما كانتش موجوده في الامبليفاير. في الانبوت كان في فريكونسي واحده بس 2 كيلو هرتز، صح؟ الامبليتود بتاعها صغير 10 ملي فولت. في الاوتبوت طلع 2 كيلو هرتز لما كانوا موجودين في الانبوت، والامبليتود بتاعهم 4 فولت. ما شاء الله، جين قد ايه ده؟ ها؟ 400 تقريبا، مش كده ولا ايه؟ ايه 400؟ لكن طلعت لنا مصيبه ثانيه. ايه بقى المصيبه الثانيه؟ ان الاوتبوت ده مصحوب باوتبوت ثاني 8 من 10 فولت ات 4 كيلو هرتز. 4 كيلو هرتز اللي هي دي اللي هي ايه؟ اللي هي الفنية السكند هارمونيك. ايوه انا عايزها تقول احسن، هي السكند هارمونيك، بس هي السكند هارمونيك بتاع 2 كيلو هرتز. يبقى الامبليفاير ده كان الكاتب، بس هو ما قالكش. عايزك تشوف انت كمهندس تفكر وتكتشف بنفسك ان كان الامبليفاير ده نون لينير امبليفاير، لان النون لينير امبليفاير زي ما اتفقنا هو اللي بيطلع فريكونسيز ما كانتش موجوده في الانبوت. هنا كان موجود في الانبوت كام؟ 2 كيلو هرتز. امبليتيود كام؟ 10 ملي فولت. طلع الاوتبوت كام؟ 2 كيلو هرتز، طلع 4 فولت. لكن طلعت حاجه جديده ما كانتش موجوده في الانبوت، فريكونسي جديده اللي هي السكند هارمونيك بتاع 2 كيلو هرتز، وللاسف الفولتج بتاعها 8 من 10 فولت. اذا الفهم الصحيح بقى تقرا صح وتفهم صح. اذا الفهم الصحيح ايه هو؟ This amplifier suffers from non-linearity and it produces second harmonic distortion. فاهمني كويس؟ فاهمني التسلسل في التفكير والتسلسل في ترجمة الكلام وفهمه؟ هذا الامبليفاير حاجة أنا شايف. هذا 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 المكبر يعاني من إيه؟ علاقات غير خطية بين الانبوت بتاعه والاوتبوت بتاعه، ولذلك بيطلع لي في الاوتبوت فريكونسيز غير موجودة في الانبوت، يبقى بيعاني من في الحالة دي بالذات second harmonic distortion. تفضل يا دكتور. ايش معنى من يقول ال 4 فولت 2 كيلو هرتز و 0.8 ات 4 كيلو هرتز؟ هم انا كنت بقولها من الصبح. لا 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 انا فاهم كلام، بس قصدي كيف كيف بيطلع شكل رسمه يعني؟ شكل رسمه كيف؟ هيطلع كده 4 فولت. ده 4 فولت مجموع عليها سكند هارمونيك. اه اوكي، كده 8 من 10 ينفع ولا تقريبا يعني. اه اوكي، لا ذكرت الدكاتره ودي 8 من 10 يعني هي مش كويسه قوي. يعني هو اهم سنه. ايه بعدين ندور على بعض، هيطلع حاجه كده.
اوكي. طيب معلش. لازم تيجي هنا. صح؟ ذيس ديستورت. في فاندمنتال 4 فولت تقريبا وسكند هارمونيك 8 من 10 فولت. وبرضه هو ممكن لو هو والفيريو ده قد ايه؟ بيكون 1 على 2 نص ملي. اوكي ده 1 على 2 كيلو. شوف شوف. دكتور الان هو لو كان الامبليفاير سيء جدا ممكن حتى يجيب لي ثيرد هارمونيك فورث هارمونيك؟ طبعا ممكن اصلا الامبليفايرز فيها ملاوي كثير مصاريف كثير. هو يعني لما حيسوي الدستورشن حيسويه بالهارمونيكس دائما؟ هو مش بس كده لكن انا مش عايز اتكلم كثير في الموضوع ده. عايز تتوسع اكثر تعالى في روب 455. الامبليفايرز مش بس بتنتج هارمونيكس بتنتج حاجه ثانيه بنسميها انتر مودوليشن برودكتس اللي هي بقى خلط الفريكونسيز ببعض. هارمونيكس يعني بتطلع فريكونسيز جديده ها؟ شوف انا هقول ايه؟ ريليتد مع الفريكونسي القديمه ضعفها ثلاث اضعاف هارمونيك ريليتد. هارمونيك ريليتد وذ اوريجينال فريكونسي تطلع الضعف سكند هارمونيك ثلاث اضعاف ثيرد هارمونيك 5 اضعاف فيفث هارمونيك اند سو. لكن الامبليفايرز ممكن تطلع حاجه ثانيه كمان تطلع مجموع وباقي طرح هذه الفريكونسي. اوكي تطلع لك مثلا لو كان داخل 2 فريكونسيز تطلع لك اوميجا 1 بلس ماينس اوميجا 2 و2 اوميجا 1 بلس ماينس 2 اوميجا 2 2 اوميجا 1 بلس ماينس 3 اوميجا 2 غابه من الفريكونسيز. الغابه دي بنسميها انتر مودوليشن برودكتس بس دي ما نتكلمش عنها كفايه علينا بس انه الامبليفاير النون لينير خلي بالك ممكن يطلع لنا اوتبوت فريكونسيز دو نوت اكزيست ان ذا انبوت بس ده كفايه علينا. اذا طلع سكند هارمونيك يبقى ده نون لينير على طول. عايز تتوسع اكتر في 4-5 إذا حبيت طبعا معي يبقى كأن السطرين دول بيقولوا لنا إن الأمبليفاير ده إيه؟ هذا مش حلو. نمين يبقى ده الأوت بتاع لا طبعا ده ده حي الأوت طبعا. صح؟ يعني إنتوا نطوا سكيل أول لكن ماشي مفهوم يعني. ده الأول طبعا ده ما ينفعش ده ديستورت مشوه. إيه بقى الحل؟ مهندس بقى اللي خد سريع وسريع وفهمها كويس هو قال لك مش فيش مشكله حط نيجاتيف فيدباك هيقلل الدستورشن. فقال لك اف نيجاتيف فيدباك از ابلايد وذ بيتا ايكوال 2.006 فايند ذا ريكوايرد نيو ليفل اوف انبوت سيجنال تو بروفايد ذا سيم اوتبوت ات 2 كيلو هرتز اند ذا تشينج ان برسنتج ديستورشن. فهمتوا السؤال؟ طب هو ممكن يطلع خليك معايا. المهندس ده الشاطر ده اللي بيع خسر وثري وفاهمها كويس قال هو الحل هو نيجاتيف فيدباك. لان طبعا المهندس خايف هيقول ايه؟ نرمي الامبليفاير في السماء. ما ينفعش دي مش حلول المهندسين دي دول المهندسين الخايبين بس. الخسر وثري اقول نعمل نيجاتيف فيدباك لكن لما نعمل نيجاتيف فيدباك ايه اللي هيحصل؟ الجين هيقل. الجين هيقل مش كده ولا ايه؟ اذا الجين هيقل يبقى الاوتبوت 2 كيلو هرتز اللي هو الاوتبوت اللي احنا عايزينه هيقل هو كمان؟ صح. فالسؤال هو if negative feedback is applied with beta بتساوي كذا find the required new level of input signal. يبقى لازم نزود مستوى الـ input signal بدل ما كانت الأول 10 ملي فولت لازم نرفعها شوية عشان تطلع لي الـ output voltage at the fundamental أنا عايزه اللي هو كام؟ اللي هو كام مكتوب فين هي؟ اللي هو 4 فولت. طب دكتور هل نقدر نسوي كده؟ واحدة ما طبعا ما نحن هنا ليه؟ لا بس لا انا قصدي ايش عشان نشوف هنقدر ايه هنشوف ده الدستورشن يبدا من توصل عند الفي سي الدي سي انبوت حق الامبليفاير. لا ممكن يبتدي قبل كده كمان لاسباب اخرى يعني. اوكي يعني دي واحده من الاسباب انك انت بتحاول توصل للفي سي سي فيبتدي الدستورشن يشتغل. لكن زي ما قلت لك في المحاضره اكيد قطع كل الكلام ما في لينير. طيب انا مش فاهم الصراحه لكن قطع كل الكلام ان ما فيش حاجه اسمها اوتبوت وانبوت كده يمشي خط مستقيم كده وفجاه انكسر كده. طبعا مفيش حاجه كده بيكون بدا يبقى نون لينير بدري شويه يعني يكون مثلا طالع من هنا شويه كده لينير وبعدين يبتدي يتحول الى نون. لكن طبعا احنا عشان نسهل على نفسنا الامور بنقول كده مش ستريت لاين وبعدين ينكسر. لكن ده طبعا براكتيكال مش صعب. هو بيكون لينير بس في حته صغيره بعد كده نون لينير. لكن النون لينير بتزيد خالص وتتفاقم لما الاورا بتعمل بيسس. اوكي ماشي. ودي الحته دي سميناها اي حد فاكر؟ معلش دكتور طبعا بيتاثر بالفيدباك برضه صح لان الجين
بيقل في الفيدباك فالديناميك رينج يزيد. لأن حصل ضرب الجين في الديناميك رينج بسوي كام؟ الجين في الديناميك رينج بيفور أند أفتر فيدباك. آه نفس الشيء. اللي هو كام؟ جيم باد بث. لا 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 حاصل ضرب الجين في الديناميك رينج. طب خلينا ده الأول ولا الإنبوت. هنفترض طبعا حاجة مثالية خالص وإنه هنا بدأ الساتوريشن. فدي كام دي؟ ده في سي سي. دي قيمتها كام؟ في سي سي أوفر جي. في سي سي أوفر جي. صح. لأن السلوب بتاع الخط ده هو كام؟ جي. أوفر جي. صح؟ صحيح. لو جيت سميت ده قلت ده هو الديناميك رينج. الديناميك رينج صح؟ اوكي. اهو في سي سي. اوكي. يبقى حاصل ضرب الجين في الديناميك رينج هو كام؟ في سي سي. في سي سي. طبعا ممكن واحد يقول لي لا انا هسمي الديناميك رينج هو مين؟ هو ده كله. يبقى ده في سي سي. في سي سي. سميتها كده سميتها كده. لانه حتى لو سوينا فيدباك بالنهايه اخر قيمه حتكون هي البي سي سي. برضه هي البي سي سي. صح. الجين حيقل. ايوه. لكن برضه يعني لو عملت نيجاتيف فيدباك على ده اللي هيحصل الجين حيقل. ايوه. لكن سقفه برضه كام؟ السقف الاول الفولتج كام؟ برضه هو البي سي سي. صح. يبقى حاصل ضرب بالجين طبعا ده انا ما فهمتش ازاي. يبقى حاصل ضرب خليه ما تنساهاش انا اكيد قلتها بصوره او باخرى. حاصل ضرب بالجين في الديناميك رينج صح؟ هو في سي سي او لو عايز يبقى 2 في سي سي حسب انت الديناميك رينج عرفته ازاي. فهو ثابت صح؟ وبالتالي زي الجيم باند ويث برودكت ما هو ثابت تقريبا يعني الجين حاصل ضرب الجين في الايه؟ الديناميك رينج. في الديناميك رينج برضه تقريبا ثابت. فاهمني كويس؟ طيب احنا ايه اللي جابنا دي؟ انا كنت اكيد تاثرت القضيه دي. ادنان لينيرتي ترى في مثل راح تنتهي يعني اللي هو ما هو ده داخل ببالك تقريب يعني النمط لازم تبتدي من هنا تبتدي من هنا لكن ده تقريب يعني عشان نسهل الامر يعني عشان نسهل الامر عشان نوصل في النهايه ان حاصل ضرب الجين في الديناميك ريت از اولموست كونستنت ايكوال تو بيس. لا بس انا قصدي يعني مع نيجاتيف فيدباك ممكن توصل لاربع بدون ديستورشن مع نيجاتيف فيدباك. هو شوف الديستورشن لا يمكن ازالته 100% سيظل لكن احنا عايزين نقلل ايه؟ نسبته. اوكي. كمية البرسنتج ديستورشن ده انا عايزين نقلله. لكن لا مستحيل لا يوجد على الارض امبليفاير لينير. لكن مقدار ان انا نيرز قد ايه؟ هنقلله. بيختلف على حسب انا عايز احط ايه من فولتج لغايه كام. فانا لو جالنا عندي امبليفاير حالته سيئة جدا عامل كده. ها؟ ده في نون نيرز طبعا. لكن لو جيت حصرت الانبوت بتاعي في الحته دي بس كلها لينير تقريبا لينير اتاهل كده تقريبا لينير الا نيرز ما راحتش لم تزل صح. لكن ايه اللي حصل؟ انا حصرت نفسي في منطقه صغيره جدا بحيث ان النون نيرتي تاثيرها عليا يبقى قليل فالهارمونكس اللي هتنتجها يبقى قليل. لكنه ان انا اعمل امبليفاير يطلع لينير 100% دي مثاليه. وزي ما قلت لك قبل كده لا انا مثالي ولا انت مثالي ولا في الدنيا حد مثالي وبالتالي كل شيء في الدنيا غير مثالي. فيش حاجه اسمها امبليفاير 100% فري اوف نون لينيرتي. فيش حاجه كده. فيش حاجه كده. امال انا موجود ايه؟ يا اما نون لينير سيفير نون لينيرتي يا اما سوفت نون لينيرتي او هارد لينيرتي ساعات بنسميها بدل سيفير بنسميها هارد نون لينيرتي. يا اما هارد لينيرتي يعني امبليفاير الكاركترستيك بتاعته عامله كده كده. هل ده موجود؟ لا طبعا ثيوريتيكال سبيكينج بس موجود لكن براكتيكال سبيكينج هتلاقي مثلا الكاركترستيك بتاعته عامله كده. طب هل ده هارد نون لينيرتي؟ ده فيري هارد نون لينيرتي. ده الديناميك رينج بتاعه صغير جدا. طب وامبليفاير تاني غلبان نون لينير برضه بس الديناميك بتاعه عامله كده. او ده نون لينير وده نون لينير. طب سؤال دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها هارد نون لينيرتي. دي كارثه كبرى. اما دي بنسميها سوفت نون لينيرتي. لكن اي امبليفاير از نون لينير ان اوردر تو ريستريكت
the effect of the non-linearity, you have to restrict the dynamic range. You have to restrict the input. You have to restrict the dynamic range. بس دي الحال. انت كمهندس اوعى تدور عن شيء في الخيال اللي هو امبليفاير وزود اني نون هير ديستورشن مش عارف، لكن ممكن يكون امبليفاير يو ريستريكت اتس دايناميك رينج او اتس انبوت فولتج يدي لك نون لينيرتي او تاثير نون لينيرتي قليل. انا مش عايز اتوسع كتير في الكلام ده لان ده كلام فيه شغل كتير، لكن بس هقول حاجه واحده بس. في حاجه بيسموها في المهندسين بيسموها باك اوف. يعني ايه باك اوف؟ يعني لو كان ده الانبوت، الانبوت هنا ده الانبوت اللي بيديني اللي هو ده، ده الانبوت اللي بيديني ماكسيمم اوت صح؟ ده الانبوت اللي بيديني ماكسيمم اوت، لكن ده بيديني نون ديستورشن عالي جدا. يقوم المهندسين يعملوا ايه؟ يعمل باك اوف. باك اوف يعني ايه؟ يعني ما يشتغلش هنا، يشتغل هنا بس، حط الانبوت بتاعه هنا، عمل باك اوف، شغل الامبليفاير لكن ما شغلوش بكامل طاقته. فاهمين العربي بتاعي؟ شغل الامبليفاير لكن ما شغلوش بكامل طاقته، حصل شغله في الانبوت من هنا بس، ده اسمه بيسموه باك اوف. فده بيقلل النون لينير ديستورشن، لكن في تمن غالي جدا للكلام ده، اللي هو ايه؟ انت مشغل الامبليفاير بالكامل بيسحب باور بالكامل، لكن في الاخر بتاخد منه ايه؟ اوتبوت قليل جدا. فالباك اوف ده برضه مش حاجه كويسه قوي، لكن احيانا الناس بتعمل عشان تحل المشكلة، مش عايزين نتكلف مرات فاكت. نرجع بقى المسألة، احنا لو اتكلمنا احنا سحت نرجع. فهنا بيقول لك ايه؟ find the required new level of input signal to provide the same output at 2 kHz and the change in percentage distortion. يلا find the old gain. بس عشان اجهز السبورة وبعدين نتكلم زي ما انت عايز. يلا يبقى هو ذا بيرسنتج ديستورشن اصلا 0.8 على كم؟ البيرسنتج ديستورشن 0.8 على هتساوي ها 0.8 اوفر 4 على كم؟ على 4 طبعا، مش كده 20 على 4 على 4 صح 20% النيجاتيف فيدباك طبعا مش هيخلي 20% زيرو ابدا، مستحيل، هقللت. ومعطيك البيتا جاهزه ومديك البيتا جاهزه. طيب هنعمل ايه؟ انا عايز اسمع نكتب نكتب زي نحول الكلام اللي مكتوب الكلام المكتوب ده الى ارقام. لما نوجد الجين هنقلله ب 1 بلس بيتا جي هنقول ايه؟ ايوه نقول الجين وزود فيدباك في 2 كيلو هرتز. يبقى الجين وزود فيدباك بالضبط كده 2 كيلو هرتز ايوه هيساوي 4 على 10 ملي. هتساوي 4 على 10 ملي. 10 ملي 400 اللي هي 400. جين وذ فيدباك. ولا عايزين تحط يونتس الافولت والفولت. ده جين وزود فيدباك. ايوه. مع الفيدباك هيقل ب 1 بلس بيتا جي. ايه بالضبط كده. وجين وذ فيدباك. وهنكتب فيدباك. هيساوي كام؟ 400 على 1 بلس 400 في كده بيتا 400 عشان بس تبقى واضحه لاي حد مش معانا يعني غير كتير قوي مش عارف الواحد يعمل ايه. على ايه معنى 1 بلس بوينت او او 6 او او سكند في 400 تطلع كام؟ 117 117 برضه لو عايز تكتب يونتس برضه بالفورد دايما تكون حريص انك تكتب يونتس. يعني ساعات الناس بتكتب مش عارف في الغالب يسيبوا الارقام كده غير يونتس. سو ذا جين ذا جين هو اصلا دايمنشنلس للفولت. ايوه لو عايز تكتب الانبوت ضرب الجين مع الفيدباك المفروض يساوي 4. ايوه الفيدباك الجين ويز فيدباك الجديد اللي هو ده يبقى الجين ويز فيدباك الجديد مضروب في الانبوت الجديد اللي هو النيو انبوت اللي انا مش عارفه. ايوه المفروض يساوي 4 لازم يساوي 4 يبقى الانبوت تساوي كام؟ 4 على 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 4 على
نفس الفولت اللي هو كان اللي هو الأربعة فولت صح؟ ايوه ونحسب اللي هو النيو صح كده بقى نحسب النيو ديستورشن النيو ديستورشن برضه النيو برسنتج ديستورشن هيساوي كام بقى؟ الاولد اللي هو 20% مش كده؟ على 1 بلس بيتا جي صح؟ ها ساعدون؟ على ها؟ في كام؟ في 400 ده اللي يساوي كام دي؟ 5.8 5.9 5.8% يبقى الديستورشن نزل بمقدار تقريبا ربع تقريبا بدل ما كان 20% ديستورشن بقى 5.8% ديستورشن كويس كسبنا صح اضطرينا نرفع الفولتج الى 34 ملي فولت مش كده لكن في نفس الوقت كسبنا ان الديستورشن بقى اقل بمقدار ربع فهمني كويس ايه خلي بالك المعضلة كلها هي ايه تحويل الكلام الى ارقام عشان نقدر نحط المعدل بتاعنا غير كده عارف اشتغل مش قادر تحول الكلام الى ارقام الا اذا فهمت مش دب في الحل لازم تفهم الامر عشان خاطر دايما خلي هدفك الاول انك تفهم السؤال تفهم ايه الموضوع في نفس الوقت دي حاجات بتفيدك ان شاء الله عمليا ماشي دكتور اتفضل في اللاب كنا يعني نشوف الفلترز اللي هي الهاي باس واللو باس وكان مطلوب منا قيم في هاي فريكوينسيز في الميجا هرتز فلما احط الاوسيلوسكوب على مثلا 1 ميجا هرتز على نفس الامبليفاير يصير انبوت الاوسيلوسكوب اقل من المتوقع بكثير يعني مثلا انا كنت حاط مثلا 40 بيك تو بيك يصير يطلع لي 20 ولا 10 بيك تو بيك في الهاي فريكوينسي زين قولي ما اشرح لي مرة تانية يعني عندي في اللاب انبوت فولتج هنا ايوه ده سيجنال جنريتور صح؟ ايوه طلع منه اوت ودخله على الاوسيلوسكوب لا ناخذ من لا ناخذ من الاوسيلوسكوب ماشي ايوه صح صح شو تبغى صح صح ده كاسو السيجنال جنريتر لما نرفع الفريكوانسي الى الميجا هرتز ايوه هو احنا مثلا كنا متوقعين مثلا 1 ميجا هرتز و40 بيك تو بيك مثلا فيطلع لنا 1 ميجا هرتز و20 بيك تو بيك طب ليش؟ لما الفريكوانسي بتاعته بتعلى الاول فولتج بتاعه قل يعني هو مش مصمم على انه هو يدي لك 1 ميجا هرتز فول يعني افشنسي هو بيدي لك مثلا الفول اوت فولتج اللي انت عايزه ده لغايه مثلا 100 كيلو هرتز ترفع الفريكونسي او الضغط بيقل تبدأ تدخل مرازيتك ومشاكل في الغالب عشان تحفظ بس حسب ما تقول لي حاجه غلط بحكي فهمني كويس طب المساله الرابعه عايز في حد يقول حاجه A two stage amplifier consists of a pre-amplifier with a gain of 250 and an output stage with gain of 80. طب خليني امسح. الاوت ستيج ده مصطلح انا بحب استخدمه بس في 455 لما يكون عندنا امبليفاير الغرض منه مش تكبير الفولتج وان كان ممكن يكبر الغرض منه الحصول على ماكسيمم باور افشنسي. يعني ايه؟ يعني الـ AC Output Power على الـ DCM خلي بالك على الـ DCM Power تكون أعلى ما يمكن دي بنسميها Output Stage ده غير في الـ Voltage Amplifiers الـ Voltage Amplifiers إيه اللي بيهمنا؟ إن الـ Output Voltage عند الـ Voltage يكون أقوى حاجة ده اللي يهمنا الـ Voltage Amplifiers اللي هو الـ Pre Amplifier أما في الـ Output Stage اللي بيهمنا شيء تاني عشان نتكلم عن كده بالتفصيل بس أنا عشان أعرفك المصطلح Output Stage اللي بيهمنا فيها إن الـ Efficiency تكون أعلى ما يمكن يعني الـ AC Output Power على الـ DC Input Power تكون أعلى ما يمكن هو إحنا لأنه مش إحنا بالأمبليفاير تقريباً إحنا بنحول يعني بنحاول نستغل الـ DC Power عشان نخليها في الـ AC Power ما هي كده أفهم حتى لو كان Voltage Amplifier أنت بتحول الـ DC Input إلى AC Output بس تقول لكن في الـ Pre Amplifier أو الـ Voltage Amplifier ما بيهمنيش الـ Efficiency يعني الـ DC Input Power نفسها بتكون قليلة فالـ Efficiency مش مشكلة لكن لما يكون عندي Output Stage هطلع منها 2 ميجا وات زي مثلا الاوت ستيج بيشتغل في محطه اذاعه الرياضي دي ممكن تكون 2 ميجا وات 3 ميجا وات لان دي بترفع ويمكن اكتر من كده كمان بتبعت سيجنالز في كل انحاء الدنيا يبقى دي يهمني جدا الافشنسي فيها
لأن ال 3 ميجا وات دول بيجوا منين؟ بيجوا من الدي سي. طب الدي سي ده هجيب منه 3 ميجا وات ازاي؟ ده لازم يكون عندي محطة كهرباء ضخمة جدا وريكتفايرز ضخمة جدا عشان تحول الاي سي الى دي سي. دي تكاليف فلوس، عشان نخلي الفلوس اللي بنصرفها اقل ما يمكن ونخلي الافشنسي اعلى ما يمكن. يبقى في الاوتبوت ستيج اللي بيهمنا هو هو ايه؟ افشنسي، نسبة الاي سي اوتبوت باور على الدي سي اوتبوت باور. انما في البري امبليفاير اللي هو فولش امبليفاير عادي اللي بيهمنا هو ايه؟ الجيم. الجيم بس. احيانا كمان في الاوتبوت ستيج ما يهمناش الجيم اصلا، لان احنا عندنا جيم اوريدي من البري امبليفاير، يهمنا بس الافشنسي. عشان ممكن نستخدم البفر اللي هو اصلا الجيم بتاعه. ايوه كده، لكن انا مش عايز اتكلم اكتر من كده عشان ده هيضيع. انت قلت مره اوتبوت ستيج اصلا لما نسوي الاوب امب حطيت البفر وقلت الاوتبوت ستيج. ايوه كده صح، او زي بتاعت الاوب امب كده اللي فيه هناك، بس ما كانش كان حديث فيها عن الافشنسي مش كبير قوي، لكن هي اوتبوت ستيج لانها بتدي لي اوت ريزيستنس اصغر من كده. لكن برضه اف يو ار انترستد ان 455 اف نوت اتس اوكي، انا انت عرفت معلومات كفايه لك. او ايه الفرق بين اوتبوت ستيج وبري امبليفاير؟ اوتبوت ستيج هي ستيج اللي يهمني فيها الافشنسي، هاو افشنت اي ام كونفرتنج ذا دي سي انبوت باور تو اي سي اوتبوت باور. البري امبليفاير اللي يهمني فيها هو ايه؟ الفولتج جين بس، او لو كان كارنت امبليفاير يبقى كارنت جين ماشي، فما فيش مشكله عندنا. فبقى عندنا كانه المساله بتقول انت عندك بري امبليفاير، يعني بري امبليفاير و اوتبوت ستيج بس، يعني فهمنا الان ده ايه وده ايه خلاص كده. طيب لا ال 3 امبليفاير يعطينا 250، الجين هنا عنده 250 80 والاوت ستيج عندها جين 80. احيانا بيكون اوت ستيج عندها جين واحد يونت 1 اون في سجل هنا، انا كان بجد جين جين واحد يونت، يا اوت ستيج عندها جين يونت، التركيز كله على الافشنسي صح، لكن مش مشكله المساله دي عندها اوت ستيج عنده جين 80 maximum output volt. Add a specified maximum output level of 10 millivolt. 12% harmonic distortion is present. يعني output voltage المتوقع هنا هو 12 فولت. 10 فولت. 10 فولت معلش. 10 فولت لكن للأسف مصحوب بعد إيه؟ 12% ماشي. طيب السؤال الان النيجاتيف فيدباك حيقلل، احنا بس بس هو سؤال بس هو ايش النيجاتيف فيدباك؟ ايوه عارف، بس هو النيجاتيف فيدباك حيقلل السكند هارمونيك والثيرد هارمونيك بيقلل كل كله بنفس الاماونت. طب قلل كله بنفس الاماونت تقريبا، خلينا عشان نتحفظ بس تقريبا صح؟ لانه واحد تقليل السكند هارمونيك ديستورشن لما عملناه في المحاضره بمقدار 1 بلس بيتا جي تقريبا صح؟ تقريبا صح، خليك متحفظ شويه، يعني بيقلل كل الديستورشن بنفس النسبة تقريبا وهم بنسبة الشيء تقريبا. At a specified maximum output level of 10 volt 12% harmonic distortion is present. Design a feedback system to reduce this figure to 2%. عايزين نخلي الـ percentage harmonic distortion لا ينزل إلى 2% بس. يبقى ده loose feedback. ويز فيدباك ماشي. And state how the pre amplifier performance must be modified. كأنه بقى لازم نعدل شوية في البري امبليفاير عشان نحصل هذا اللو ديستورشن. قالت ده سؤال ممتاز، مش بس كويس، ده سؤال ممتاز، هتكلم فيه دلوقتي حالا ان شاء الله. ده سؤال ممتاز معايا؟ فاهميني كويس؟ فاهميني لغايه دلوقتي؟ يبقى عندي امبليفاير مكون من تو ستيجز، بري امبليفاير يلي اوتبوت ستيج، بيطلع اوتبوت فولتج اسمي 10 فولت ده الماكسيموم، لكن للاسف مصحوب 12% هارمونيك ديستورشن. الديزاينر مش حابب الكلام ده، عايز 2% بس ما يزيدش اكتر من كده، لكن طبعا عايز ال 10 فولت ولا كام؟ عايز 10 فولت طبعا، لكن تكون 10 فولت مصحوبه بجان ب 2% ديستورشن بس، لكن لو طلع له 10 اقل من 10 فولت هو خسران بقى، هو ما زال عايز ال 10 فولت بس بدل 12% ديستورشن يطلع 2% ديستورشن، فعايز يعمل نيجاتيف فيدباك. طبعا ده الحل الامثل يعني،
نيجاتيف فيدباك يعمل ايه؟ وبعدين نتيجه النيجاتيف فيدباك دي كانها كده هتحتاج الى تعديل في البري امبليفاير. هو السؤال ما هو هذا التعديل في البري امبليفاير اللي انت هتكون محتاجه؟ حبيب سال سؤال ممتاز، قال لك هو الديستورشن اللي يجي من الاثنين ولا يجي من واحد بس؟ لو قلنا من الاثنين خلاص يجي من الاثنين. طب لو قلنا من واحد بس تفتكر من مين؟ بريام. حد يقول حاجه ثانيه غير كده؟ خلاص انت رايك انت هنناقشه. لكن لو قلنا ان هو هيجي من واحد من الاثنين تفتكر هيجي من مين؟ من البري ام؟ ما فيش الا حاجه ثانيه من الاوت ستيج. يعني عندنا ثلاث احتمالات، يا الدستورشن يجي من الاثنين، يا الدستورشن يجي من بري ام، يا الدستورشن يجي من الاوت ستيج. لو انا همني الافشنسي في الاوت ستيج غالبا جاي من البري ام. يعني انت مع فكره فهد ان هو البري امبليفاير؟ انت حر طبعا. احنا نناقش دلوقتي في الغالب من الاثنين. اي اراء اخرى؟ حدش عايز يشجع الاوت اوف ستيج؟ يقول ايه السبب في الديستورشن؟ واكيد فيها من الاول. من الاول هو البري امبليفاير. طيب طبعا الكلام العام انه ممكن يجي من الاثنين، ميجي من بري امبليفاير ويجي كمان من الاوت اوف ستيج. صح. لكن الكلام العملي انه بيجي من الاوت اوف ستيج. اقول مش من البري امبليفاير. بيجي من الاوت اوف ستيج. ليه؟ جين عالي. لا عايز احسن. هو بيجي من الاوت اوف ستيج بس ليه؟ انه من الجين. ايه العالي يا عبد المحسن؟ الجين حق البري امبليفاير. الافشنسي. لا ليه عمليا؟ ليه عمليا؟ استنى شوي. ليه عمليا؟ عمليا معظم الديستورشن بيجي من الاوت بوت ستيج مش من البري امبليفاير. عشان انبوت الاوت بوت ستيج هو عالي اصلا. اه كده. لان البري امبليفاير الانبوت بتاعه هيكون صغير. يا دوب لسه بنكبره. كبرناه ودخلناه على الاوت بوت ستيج، الاوت ستيج دخل لها فولتج عالي في الانبوت. صح؟ ففي الغالب دي هتعمل ديستورشن اكثر. اه اوكي صح صح صح. يبقى اذا كان ولا بد ان احنا نميز بينهم يبقى نقول يس the distortion can be as a product of both but most probably خلي بالك من التعبير اللي بنستخدمه most probably it will come from the output stage. Why? Because the input voltage level of the output stage is much higher than the input voltage level of the pre amplifier. Pre amplifier هيكون داخل له مثلا في يوم اللي فولتس ولا حاجة تقول. صح. لكن ال output stage يكون داخل لها في يوم فولتس ده ممكن يعمل distortion طبعا. فهماني كويس؟ فهماني كويس؟ بصفة عامة أيوة يس ذا ديستورشن كان كم فروم بوث اوف كورس. لكن موست بروبابلي على الأغلب يعني وأكثر احتمالا وده اللي بيحصل إن الديستورشن بيجي من الأوت ستيج لأن الإنبوت فولتج بتاعها بيكون عالي فبيكون خط الديناميك رينج بتاعها فممكن يعمل لك ديستورشن أعلى بكثير من اللي هيجي من البري أمبليفاير. ولذلك بنقول بصفة عامة إن the distortion in such a case will originate from the originate يعني ينشأ originate from مين؟ from the output stage. معايا؟ أنا عشان كده بنتمه efficiency. ما هو لا الاهتمام بالefficiency مش عشان دي، الاهتمام بالefficiency عشان بنهتم بالثمن اللي إحنا بندفعه عشان نحصل high DC power. يعني عشان تخيل إن أنا عايز محطة كهرباء لا مش حط كهرباء اسف محطه ارسال تلفزيوني ولا اذاعه تطلع لي 1 ميجا وات وكانت الافشنسي بتاعه الاوت اوف ستيج مثلا 10% يبقى انا عايز قد ايه انبوت ميجا وات عشان احصل 1 ميجا وات؟ مش معايا ولا ايه؟ 10 عايز 10 ميجا وات انبوت عشان اخد منهم 10% في الاوتبوت اللي هو 1 ميجا وات. ال 10 ميجا وات في الانبوت دول هجيبهم منين؟ محط كهرباء وريكتيفايرز صح؟ وهطلع منها 10 ميجا وات ادخلهم في الامبليفاير لكن اخد في الاوت مصطفى خليك معايا اخد في الاوت 1 ميجا وات بس. طب ال 9 ميجا وات راحوا فين؟ فلوس راحوا في الترانزستور مش كده ولا لا؟ يبقى هحتاج ابرر الترانزستور دي على محط تكييف كمان 9 ميجا وات
حيبقى لوست في الترانزستور صح ولا او الامبليفاير بصفه عامه يعني ممكن يكونوا ترانزستور يبقى كده درجه الحراره هترتفع ارتفاع شديد جدا حتى المحطه هتنصهر يبقى لازم يكون عندي كمان محطه تبريد عشان ابرد الترانزستورات دي او ابرد الامبليفايرز يعني ممكن كوتش ترانزستور برد الامبليفايرز يبقى انا دفعت فلوس كتير جدا في محطه الكهرباء اللي ولدت لي الكهرباء العاليه اللي جابت لي ال 10 ميجا وات ودفعت كمان تكاليف تبريد المكونات سواء كانت ترانزستورز ولا اشياء اخرى اللي هتستهلك 9 ميجا وات عشان في الاخر اخد 1 ميجا وات عشان كده الافشنسي هنا قضيه مهمه جدا انا مش عايز تروح مني باور كتير واضطر اجيب محطه تبريد عشان تبرد الحاجات صح ولا لا هنا تمن الافشنسي مش قضيه الدستورشن الدستورشن هيبقى شكل الاول شكل الاول وحش زي ما رسمنا كده اول مع سكند هارمونيك كان شكله وحش مش ده اللي احنا عايزينه فاهمين الفرق بين الافشنسي والدستورشن معايا فيبقى بما ان احنا بقى كمهندسين عارفين ان اوتبوت ستيج هي المسؤوله عن الدستورشن في الاغلب العام براكتيكال صح ومنطقيا برضه لان الاوتبوت ستيج هي اللي عندها انبوت فولتج عالي اللي عنده انبوت فولتج عالي هو اللي هيجيب الدستورشن العالي اما البري امبليفاير فالانبوت فولتج عنده كان صغير جدا ممكن يكون في ريمان فولتس ولا حتى بضعه 10 من الفولت يعني 1 من 10 من 10 مش مشكله لكن لما يكون الانبوت فولتج 4 فولت ولا حاجه ده مشكله يبقى هنعمل نيجاتيف فيدباك نعمله على مين على البري امب برضو لا ماشي على اوبت خلاص معلش معلش طيب دي واحده طب ممكن واحد يجي يقول طب نعمله على الاثنين نعمله على الكل ايوه نعمله يعني. على الكل هنا في مشكله خطره انا لسه ما اتكلمتش عنها في المحاضره اتكلم عنها ان شاء الله بكره ان شاء الله ايه المشكله لو عملت ليك خلي بالك معايا هنتكلم عن الكلام ده بكره ان شاء الله لكن لازم نتكلم على الاهم ليه ما نعملش نيجاتيف فيدباك على الجميع ونخلص لانه الجين حجم كبير لا لا اقول لك انت ما تعرفش صعب عليك تقول انا اقول لك انك خدت 380 خدتها طيب يبقى المفروض تعرف ايه رايك بقى ستابيليتي ايوه ستابيليتي اذا عملت نيجاتيف فيدباك خلي بالك من الكلام بقوله حاولوا بالعربي بالانجليزي اذا عملت نيجاتيف فيدباك على نظام او سيستم في اكتر من 2 بولز مش هتنام مستريح ليه مش هتنام مستريح لان النظام بتاعك ده هيبقى غير مضمون استقرار او معنى اخر مستقر لكن بشروط لكن اذا عملت نيجاتيف فيدباك على نظام فيه 2 بولز او اقل نام مرتاح ولا يهمك مفيش مشكله لان النظام بتاعك مع الفيدباك هيكون مستقر بلا شروط بالانجليزي if you apply negative feedback to a system with more than with 3 balls or more then your system may be conditionally stable and it may be unstable even but at least it will be conditionally stable مستقر لكن بشروط تقدرش تنام مستريح And if you apply negative feedback to a system with 2 balls or less, then your system will be unconditionally stable. مستقر بلا شروط. روح نام وانت مرتاح. فالسيستم ماشي. هنشرح الكلام ده بكره ان شاء الله. فالسيستم كهول اصلا. فهنا السيستم فيه 2 amplifiers يعني هيكون فيه اكيد اكتر من 2 balls صح؟ صح. لو عملنا negative feedback عليه كله بقى unconditionally stable. ده اذا ظل stable اصلا. لانه ممكن ينقلب الى حاجه ثانيه. بقاش ستيبل يبقى احسن حاجه لو حبينا نعمل فيدباك في سيستم زي ده نعمله على ايه واحد. على واحد بس مين هو الاوت ستيج صح يبقى هنعمل الاوت ستيج ولا هنعمل اي الاوت ستيج هنعمل اي نيجاتيف فيدباك صح بحيث انه يقلل الديستورشن من كام من 12% الى 2% يبقى هنقول ديستورشن وز في البلد مش كده؟ هيساوي 2% هزود ديستورشن وزود في البلد اللي هو 12% على عمر الاسبيت على عمر الاسبيت جي كام؟ 8 صح؟ ممكن اجيب بيتا دلوقتي لو عايز هو عايز بيتا ولا مش عايز بيتا؟ عايز بيتا يبقى خلاص اجيب بيتا
إذا بيتا يبقى بيتا أو 80 بيتا يعني 80 بيتا هتساوي 6 ناقص 1 مظبوط 6 ناقص 1 تساوي 5 يعني بيتا تساوي كام؟ 5 1 على 16 1 على 16 أيوه دي عبارة عن 6% تقريبا 6% تقريبا يبقى بيتا تساوي 6 من 100 بلاش 6 من 100 كان هو الامبليتود بتاع السكند هارمونيكا على الامبليتود بتاع الاوتبوت اللي هي على ايه معنى ايوه صح 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 طيب يبقى الجين وز فيدباك هيساوي كام ها 80 على 80 على على كام 1 بلس على 6 ليش بيتا جي بلس 1 1 بلس بيتا جي ايوه شكل 13 اه صح على 6 صح يبقى تساوي 8 على 6 على 6 على 13 ولا شو كان على 6 اسف تساوي تقريبا 13 تقريبا 13 يبقى لازم نعمل ايه في الجيم بتاع البري امبليفاير نقلله ولا نقلله برضه الجيم بتاع الامبليفاير ده زاد ده نقص ده المقدار بدل ما كان 80 بقى كام البري امبليفاير ها بقى 13 13 صح 13 ايوه 13 يبقى لازم نزود الجيم بتاع ده قد ايه؟ الباقي بنفس المقدار النقص اللي هو بلس بيتا جي يبقى لازم نزود ده هنا 52 في 52 في 6 اللي هو بلس بيتا جي فاهمني كويس؟ معلش يا عبد الله انت جيت متاخر شويه نحاول تحصل الباقي من الفيديو ان شاء الله الموديفيكيشن او اللي هو هو ده احنا وي ماست انكريز اجين عشان نرجع للوضع الاصلي تاني صح. نرجع نطلع تاني 10 فولت بس المره دي بقى ديستورشن 2% فاهمني لو كان في اكثر من 2 ستيت 3 او 4 ستيت اها في ممكن تكون في السيستم كامل لا شوف من زي ما قلت لك لو عندي اكثر من ستيج 3 4 ستيج في الغالب ان اللينيرتي هتيجي من اخر واحد قول بقى لا سبب من الفولتج بقى عالي جدا صح يمكن تيجي برضه من اخر واحد واللي قبله بواحد لان برضه الفولتج عالي جدا لكن في الغالب النون انيرتي بتيجي من اخر ستيج لكن هل ده معناه ان مفيش نون انيرتي ممكن تنشا في اول ستيج وتستمر؟ لا طبعا في ممكن لكن عاده الانبوت فولتج بتاع الفيرست ستيج بيكون صغير جدا صح وزين ذا دايناميك رينج فبالتالي النون انيرتي اللي بتيجي من المراحل المتقدمه تكون قليله جدا المراحل المتاخره هي اللي دي مصايب بتيجي منها لان البوتس الانبوت بوتس بتاعها بيكون عالي شويه معايا اتفضل يا حبيبي دكتور ايه السطر بين بيتا وبيتا ايه البيتا الثانيه فين البيتا الثانيه دي الثاني سطر دي 80 بيتا تساوي 6 ناقص 1 تساوي 5 80 تبقى بيتا اكتر 80 بيتا يبقى بيتا بتساوي ده يا حبيبي معايا طيب رقم 5 زي ما قلت سيبك منها مش هنعمل نروح فين بقى او تاخد شويه راحه تحب تاخد راحه بقى لكم ساعه وتلت تقريبا تحب تستريح ما عنديش مشكله كان عايز تستريح ولا نستريح ناخد 10 دقائق كده ولا تستريحوا؟ انا حاجه ما سمعتش اوكي طيب خلاص 10 دقائق بس مش كتير عشان نقدر نحل اكثر. Do you...